شتت الدنيا وارتويت شوي الأرض بعد شهرين من الجفاف، وهالأمطار فرحت قلوب المزارعين خصوصاً بمنطقة عكار. ليه؟ لأنه الجفاف والأضرار ضربت المزروعات وشحت المياه لينابيع، حتى أنه في عدد كبير من المزارعين بطلوا يسقوا مزروعاتهم بسبب الكلفة العالية لجرارات المياه وسعر المازوت العالي. إن شاء الله تضل تشتت الدنيا، بلكي بتعوض هالأمطار عن جزء ولو بسيط مما خسرته طبيعة لبنان اللي كانت تتميز بالخضار والثلج والمي. بالعودة لطقسنا، طقس شتوي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب كتل هوائية باردة عم بتأثر على منطقتنا، أما الحرارة فمنخفضة نسبياً، الهواء متوسط السرعة، رطوبة عالية، بحر مائج شوي، وحرارة مياه 18 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم مع أمطار متفرقة وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، وبتنحسر الأمطار ابتداء من ظهر اليوم. مجموع المتساقطات من أيلول لحد اليوم عم بتسجل 281، السنة الماضية 701، والمعدل العام 493. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 10، على المرتفعات 6، لبقع 2، والأرز 2 تحت الصفر. ومنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 6 بالقبية، 18 طرابلس، جبال 18، برمينة 16، بيروت 17، جنوبا صيدا 18، سور 17، بنت جبال 12، نبطية 12، باتجاه الشمال زحل 13، بعلبك 15، الأرز 5، الهرميل 18. والرطوبة عم تتراوح بين 55 و90%، حرارة سطح الماء 18 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و50 كيلومتر بالساعة. رياح جنوبية غربية بتقوى ببعض الأحيان. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين لليلة 8 أقصاها 17 بنهار، الخميس بتتراوح أيضا بين 8 و17، والجمعة بين 11 و18 درجة. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 13، دمشق 17، والدوحة 26، طرابلس 20، الجزائر 18، وأخيرا باريس 10. هيدا كان كل شيء. باي.